الله معاش علي. هذه ما تمشي هذه الله. ايوا مبروك عليك. ولد بنت. وهذا النهار غيكون واحد الاحتفال. يا سلام. القصه في الربع والاحتفال. عافينا والدو. عملوا فينا خيط احنا ما خرجنا ما ندرجوا. وياه شحال هذه ما خرجنا حتى حنايا. اجيو من هنا تبعوني من هنا راه كاين الغيث تما. الاحتفال تبارك الله الدنيا باقا كلها ما شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك يا ولد. شوف تما يما جي باش نشوفوا هذا الورد باش نوريكم هذا الورد الطبيعي. ولا ينيت الطبيعه يا سلام. الطبيعه واعره. درتوا فينا خير كبير اختي نوال. والله الا من عاد اخي كنا ديما قرابين نجيبوا. والله الا درتوا فينا خير كبير. مرحبا بكم خويا نتوما ان شاء الله بحول الله الله يجعل رد لكم شي ساعه الخير ان شاء الله. ما عندناش شي حاجه الحمد لله خد الله سبحانه وتعالى. انت شي حاجه شي لاله الغاليه تحضي عا بشرى. ويلي تقدرتي تتفارق مع بشرى ياك. الحب ديالها هي بشرى. عرفتي اخترت لهم واحد البليصه يا سلام الطبيعه غادي نحتفلوا واحد الاحتفال انتم غتشوفوا معنا تحت هاد الشجيره والورود. يا سلام هادشي رائع. ما شاء الله تبارك وتعالى. وهذه هي الحياه خصنا نستافدوا من الطبيعه. غزال نفرش نستافدوا منها. وانت يا الوالده انا هو اللي جبتك للطبيعه دائما فيها وما تجيش ليله ما تجيش رجله. اه وخاصني دائما نجي واقيده نمشي لها اليوم الربع. دابا الوالده الحلاوه ديال هذه الحياه هي بشرى حداها هي. شو الزوينه فينا هي. رضع رضع. ها اشنو شنو المهم دابا غنبداو نحطوا المقادير ديالنا باش نمزيو ان شاء الله. ما قلنا لكم شي باش نحتفلوا هالنهار بلاتي ونقول لكم باش ما نحرقوش المراحل. المراحل لا والله ما كرهنا المتتبعين ديالنا العزازين يكونوا تاهما حاضرين معنا هنايا يكون جلسوا كاملها ونتعاودوا ونتعاودوا نحيدوا ذاك الوحش. ولكن الحمد لله ان شاء الله مازال عندنا واحد الامل اننا نتلاقاوكم ان شاء الله. ان شاء الله نوال جا داك الشاشية زوينه. جاتني غزاله وخاتي غاليه ربي يخليها الله يحفظها ان شاء الله. الحجه ان شاء الله. ان شاء الله الصحه والراحه. نوال تنتظروها في واحد 16 جديد معايا ان شاء الله. هيا يلا الوالده هدات كادو الشاشيه يلا. شكرا بارك الله فيك. سهل كل خير. الشاشيه بسيطه في حقك. هي مولات الخير مسكينه. اه والله الا بسيطه 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 بسيطه. صح تستاهل كثار كثار. مزيونه هادشي راه خاصك في البلديه في البلديه. اجي ولاد بلدتي. وانت انت يا الوالده تجي تغزي ولا مع بشرى البشروره؟ بشروره هي اللي دواتك. عيد الميلاد عسكت. لا هذا وعيد ميلاد ديالها. هذا وعيد ميلاد نحتفلوا بها ان شاء الله. عجبنا على الشماعه هما خاصهم يفرحوا. قالوا هما خاصهم يفرحوا للواله. اييه الله يهديها ديالها. كي جيتي بشرك عندها كل نهار عيد ميلاد. عيد الميلاد لقيناها في البحر صاحبه نقيوها لا جابت لنا والو. ياسر نحطوا هادشي بعد نخدموا الطويله ديالنا وعاد نهضروا معاكم. احسن احتفال في العالم. الحقيقه الطبيعي الحقيقه على نوال راسك بدات برد. تبارك الله تايبه برد غزاله مزاله وانت انتينا يلا معايا ان شاء الله. ان شاء الله ضروري يلا ضروري يلا معايا ما تغلب حماس ضروري نمشي نلحق عند الوالد زوين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يلا بسم الله على بركه الله نتوكلوا على الله. وبمن غادي نحتفلوا بمن غادي نحتفلوا؟ غنحتفلوا حتى نوريكم غنحل لكم كارطونه انتما غتعرفوا باش نحتفلوا كلشي راه كارطونه. بمن غنحتفلوا بمن غنحتفلوا بمن 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 غنحتفلوا بيها؟ غنحتفلوا بنوال بمناسبه بمناسبه الف كا. اوه الالف كا. علاش غنحتفلوا بها؟ حيتاش نوال
اول ما كنت مسيخه انها شي نهار غتوصل هي وتحقق صوره ديال اليوتيوب ان شاء الله. داكشي علاش بغينا نحتفل واخا هو يعني تبطل هذا الشيء قليل يعني ماشي شي حاجه داكشي اللي كاين بالنسبه لنا حنا شي حاجه بالنسبه لي هي شي حاجه. فعلا طبيعي الحال داكشي علاش. مبروك عليك اختي نوال الالف والعقبه ال 10000 وال 100000 والمليون ان شاء الله باذن الله تعالى. والله الا فرحانين معك الصراحه فرحانين معك والله العظيم. انا بزاف خليني واحد الكلمه عاد نقولها حق لاله الغاليه ان شاء الله الغاليه محمد واختي غزلان يخليك حبيبي. انا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت لل 1000 كاب بفضل لالا الغاليه وخاصه وما اللي عاونوني وصلوني لهذا المنصب هكا زعما 1000 كا انا عندي شي حاجه هي كبيره وغاية مازال ان شاء الله مازال توصل. انا عندي شي حاجه هي اللي كبيره اللي فرحت بها بزاف عادي يتلقى معنا يطلع وبغيت الفرحه ديالي ثمانيه مع لالا الغاليه اليوم غادي نكمل الفرحه ديالي مع لالا الغاليه. ليلى خطيك شرف كبير لينا والله خدمه والله ماشي هي قضيه 10000 ولا 90 ولا 100 ولا قضيه هي واحد الحاجه اللي ما كنتش مقتنعه بها وقنعني بها خاي سي محمد قال لي لا ما تسمحش في هادشي هذا هادشي هذا واخا خلي غير تونس به راسي حيد به القنط ديالك وتعاود به مع استفدوا الناس يعني ودعم واحد الشجاعه لراسك وهذه زعما يعني الهضره ديالو كانت في كلام الصح وكلام وخالتي الغاليه مسكينه ديما كنقول لا هادشي هذا استمر فيه عمل 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 الحمد لله مازال دابا ألف مازال 10000 باقي 100 ومازال غتوصل باذن الله تعالى باذن الله ان شاء الله. داكشي اللي كاين الخدمه والاجتهاد ان شاء الله عن بدايه تبارك الله ان شاء الله كل الصبر بحال كل شيء يا بنت كل شيء ما صبرتش واخا يعني شي حاجه بسيطه اللي عند الناس 1000 كا ولكن انا عندي بحال اللي عندي مليون على الساعه تراوش بحال الناس. داكشي اللي كاين قنوعه مسكينه وقنعه ليك هذا والله تمني القليل بالقليل والكثير بالكثير من الكثير. داكشي اللي كاين قضيب الصبيبات تجيب الله الكريبه القناع هذه ربي ما تختار منا والله الا وفي هالجلسه وهالطبيعه الوالده شنو قلنا عليها الجلسه والطبيعه ماشي اللي نقول لكم على هالجلسه وتبارك الله تلاقيت مع لالا نوال الصباح الراجل ديالها سمح في الخدمه والبنيتات تاعو شرو الله يجعل سيدي ربي يوفقهم لالا الخير بالنجاح ان شاء الله ان شاء الله تعالى وسمحت مسكينه في كل شيء وقالت لك هذه المفاجاه بان طلعت على عند الغاليه وغزلان ومحمد فجأت نقات لك فراح لعيتو معاي وهذيك تو معاي انا نطلب لله ربي كيف فرحتنا وجات وجالسين معاها في هالطبيعه الله يجعل سيد ربي يفرحها ان شاء الله تعالى يا رب العالمين الدار والوالده. يلا وغتوجه شي رساله للمشاهدين ديالنا اللي مازال ما كيعرفهاش هذه هي القناه ديالها اللي كدوز ادخل عندها واكيد غتلقاوها شجعوها شجعوها عامله هذه القناه ماشي تعمل الربح والله ما الربح هي الحمد لله حياه ميسره والله داكشي اللي كاين يعني باش تونس بها مع الناس وصافي بغيت نحس مع الناس كيبغيوني. وانت اختي شكون بحالك هذه هي ديال الالف هذه احسن حاجه هذا هو الطبيعه وهذا الربع ويقول سمعه اختي غزلان ولا الغاليه وخا سي محمد احسن احسن حاجه قسما بالله احسن حاجه. احنا فرحانين والله الا كنتي معمل تفينا واحد الخير كبير والله العظيم احنا الورد والطبيعه حدانا وما كنخرجوش ليها. لا لا يوم مره كنا نقولوا نخرجوا النهار نهار عجل الله الله يكون جمعيه كنحس بها يكون غير بحدنا. اه شوف شوف احسن كرش عليكم. عيب لا تنسوا الحلوه شنو ناكلوها النهار 1000 كا ان شاء الله ل 100 نكون بالطبقات ان شاء الله باذن الله تعالى. اشوف 100 غنجيب لك الغيظه على حسابي ان شاء الله غنجيب لك الغيظه ان شاء الله. اه كيفاش ان شاء الله بحالي ما كان لك غير الغيظه. اه شكرا للغيظه. اه الله يدور عليك يلاه هو الله كيصبغ الورد الله يكبر بك اسي محسن الله يعاون خلق دين تاخو يخلي لك وليدات تاخو يخلي لك الوالدين والله ينورك والمشاهدين تاني الله ينورهم وتوحشنا لكم والله يشحشحكم خرجوا الوطن داخل الوطن ها وردك كامله ورد والله نتمنى لكم الخير مع وليداتكم مع احبابكم وحينا كنسلموا على الناس المتتبعين لاله الغاليه كاملين خايسي محمد اختي غزلان كنسلموا عليكم بزاف وكنتمنى تتبعوني حتى انايا وتشوفوا ان شاء الله اكيد اكيد المحتوى ديالي يعني على قد الحال اللي بسيط يعني ماشي شي محتوى تبارك الله كل شيء احنا ماشيين في الطريق في الطبيعه هذه ونور هذه هذه الجنه اللهم لك الحمد. والاستاذ ديالي هو خايسي محمد لا 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 بزاف كنتعلم من بعض يا بنتي شوفنا حاجه هذه يا بنتي معها الصحه خاطر الصحه والله كاين الخير ونسى ربي يهديك. على رسول الله
إلى الجاي لجا سيدنا محمد الله معاه الشيخ علي. تبارك الله عليكم الصحة والدوا ليا. أييه واش كديري؟ القطة الحلوة باش ناكلوها. صحتك إن شاء الله بالصحة والراحة. الله يعطيكم الصحة إن شاء الله. عاود محمد ميادك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله قريبا إن شاء الله. ضروري أول ناس غنعرفوها اليوم هما أنتم عاوتاني. هذاك الاحتفال غيكون هذاك الاحتفال غيكون خاص إن شاء الله. أه ضروري. وغيكون في واحد المنطقة وغيكون في واحد المنطقة خاصة بإذن الله. صحتي إلا سخر الله الله يرحمه ويدينا سيدي. بلا ما نحرقوا المفاجأة ياك. خليها الله الى جايكم مشاهدي الله يكبر بكم الله يسخركم وينوركم الله ينوركم على طول الابد ونتمنى لكم الخير والصحه والسلامه مع وليداتكم والرجليه ما تمدوا بقلب ان شاء الله تعالى يا رب العالمين. شكرا عليكم شكرا ندعو معكم اولادي بداعيه الخير نطلبوا من الله توصلوا قريب لهاد 100000 منورين الله انتم الله ينور لكم وليداتكم وطريقكم ويسهل لكم الرجليه ايوا نتمنوا نلقاو في الخير ان شاء الله. الله يجزيك بخير شكرا بزاف. طلل الغالية عاوتاني. هكذا للغالية. شكرا ولدي الله يكبر بك الله يكثر عليك. نخذك ودينا للغالية نخذك. اختياري اختياري. يحفظك لنا نوال. قلتوا علينا احنا في الطبيعة. الله يعطيك الصحة محسن خويا محسن. سي محسن ولنا نوال تبارك الله عليه مشرفونا وجات لبلادنا وهي تشوف الطبيعة وفرحان بنا الله يجعل في ربي. يفرح له بوليداتنا ان شاء الله تعالى ان شاء الله تكبر القناه ديالي بعد غرقوا بعد وسخك بجوج. ها غزلان عاد طاح بالطاح بقى تقولي بالغرق ما نغرقوا ملي نحاول نرجع هكا شويه تما تمنى غزلان رجع شويه اه رجع شويه لليسار لعندك زيد لي نزيد فاطمه الزهراء سير سير يلا زيد لي نزيد فاطمه الزهراء باش ما تغرق لها اطلع فاطمه الزهراء زيد فاطمه الزهراء طلع انتينا طلع هار هار ريتك اوب اوب بلا ها شد مني بشرة يلا دير رجلك هنا هزها ابو حيد هاري اوب خريتك خريتك بلاتي ويلي بالطوفتي توسخه ايوا انا قلت لك زيد على اليسار هايت ها نعنع 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 اخبار نعنع نعنع ديالكم انا الشفاره شنو ديروا الشفاره شنو ديروا عندك اجي بشرى قلب لي اه احنا في الحاله ديالكم المهم انتم مشاهدينا الفيديو احنا في الجنان ديالكم احنا قلنا لكم جينا نعمروا غير الماء ما لقينا ما نشربوا هذا الماء تشرب اه الماء تشرب الماء الله سبحانه وتعالى غير صافي 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 الوقت صافي نعلمك صافي صافي اه صافي لا صافي شيش 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 بس لا بالسطيحه د السطل شيش بالسطح د السطح هاك برافو يلا هاك شيش ما تخوت شي اه برافو عليك برافو. اه نقي نقي مزيان بشرى رجع اللور بشرى مبارك عليك ادخل اختي يلا نقعد لهنا تشربوه اه بلاتي ونعمروه لهم بلاتي تروا شربوا عندنا خوتي في غزاله هنايا اه تبارك الله الخير ما شاء الله عندنا غادي تجيب ديك البير لا عرفتي واحد الريحه غزاله فيه والله الا تبارك الله ما شاء الله الريحه عافيه غسل الموز يا عبي النعناع تلقى قطعه من هنا سرق لنا شناش خاصو خاصو الموز حتى الخوت شوف حط شي جوج دراهم على داك البير شوف راه خلص النعناع ايه مولاتها غاسمح لنا مسكينه صاحبتها غزلان الوالديه هذه مولاها الارض راه هي راه ما تشوفونا صاحبتها غزلان قسلت انا وياه لا ما جبناش المنجل ويا خساره ما جبناش المنجل دا
قداش شو القناريه غير زلان هذه طمعت حتى في القناريه شطنا عندو شي بحال انت القناريه مزيونه نقول لك زعما البلديه زوينه طيب صافي الا خصك راه عندنا في الدار الفوق صافي في الدار ياه والله الا الله صافي موجود الجردة جيتها مجردة موجود هذا في مكاين غزالة عندك تما راح خريجة نهار اسمو خريجة هيك انا الفول انوار الفول هنايا ها تبارك الله ما شاء الله تمي مي كبر خصكم تجيو عندنا ونعملوا ان شاء الله ضروري بيجيو نجعبطوا ضروري دابا خصنا دابا لقيت هاد الربيع خصنا كل ويكاند كل ويكاند خصنا نجيو كل ويكاند خصكم تجيو هذا القسله عمرك قسلت ياه لا عمري خار البهايم الغلاب كي قسل فينا عملوا الحصه بحال هكا يصيفوا كيحق عيطوا ليا ياكلوا عاود يطلع بشرى فرحانه بالتجيه هاك وزهروره شنو غدير لنا بداك الورده زهروره ها يا هاك في الكاس ونديرو على الطابله يا انا عاودكم نغرسوهم يا يلا دابا الوالده عطيناك وريضه انت ونوال وغزلان وغادي تمنى شي امنيه وغدير بحال كيما كنا نديرو صغير وحنا صغيرين ساقط ناجح حنت الامنيه ديالك تمشي للحج يلا دير قطع كل واحده واحده وغدير غنمشي للحج لا غنمشي للحج لا نشوفو فين غادي وريقه يلا وريقه وريقه حيديك النعناع ردوك للصغر عاوتاني بسم الله بقى نمشي لا نمشي لا نمشي يا ربي لا نمشي دعوا معنا هذه بدنا نمشي هذه الا هذه بدنا نمشي هذه الا هذه مشي ها هي وقعت لك في يدها هذه كلشي عند الله هذه ان شاء الله باذن الله تعالى والله الا حقنا به داكشي اللي كاين كلشي مع المكتبه ولادي الله يحرمك ان شاء الله داك كنا كنعملوها دائما ما يكون كنا لا ما يكون قرب النتيجه برنجع ما نجحش يلا نوال يلا شنو ايوا شنو هادي شنو كتمنى لا بنوصل ولا ما نوصلش في اليوتيوب ولا نلغيو نمشي بحال الباب نوصل ان شاء الله لا نوصل ان شاء الله ان شاء الله يلا بنوصل ما نوصل شي بنوصل ايوا مبروك عليك مبروك عليك لا اللي ما حسباش مبروك عليك دابا انا نعطيكم واحد الحاجه حاجه بحال هذه كنا كنعملوا كنا بنات وداكشي كنا كنعملوا على حساب الزواج كنقولوا مثلا تزوج في البلاد في المدينه حتى تزوج في المدينه شي ولا البلاد غنعمل لكم شوف دابا انتينا غدير ندير لا بلاتي ندير التوام واحد التوام واحد لا عندي ولد ولا عندي بنت هي بنيته ولا وليد قيد بنيته ولد بنت ولد بنت ولد بنت ولد بنت ولد بنت ولد هذه راه مقطعه بنت ولد وليد عندك وليده غزلان مبروك عليك شو غزلان اخترعت لهم الباندو طبيعي الباندو الطبيعي احسن باندو هذا احسن باندو درنا انا ولدي غزلان